كعادتها لا تبدو ميليشيا الحوثي ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة الذي حاولت لجنة إعادة تنسيق الانتشار تفعيله من جديد خلال المفاوضات الأخيرة التي عقدت على متن سفينة في عرض البحر الأحمر. فقد شنت ميليشيا الحوثي عمليات قصف واسعة على مواقع الجيش الشرق وجنوب مدينة الحديدة التي تعد بؤرة المواجهات بين الجانبين، لتندلع على إثر ذلك المعارك في خطوط التماس مع قوات الجيش وامتدت إلى حي 7 يوليو السكني. سبق ذلك حشد الميليشيا للعشرات من مسلحيها على مداخل المدينة والمواقع العسكرية في تصعيد عسكري يشمل معظم مناطق ومديريات المحافظة. وفي مديرية حيس والتحيتة جنوبية المحافظة قصفت الميليشيا بالمدفعية القرى الآهلة بالسكان، ما تسبب بسقوط مدنيين وتدمير عدد من المنازل. دفعت المعارك المتجددة بالسكان إلى النزوح في العراء. وفق مصادر محلية فإن العشرات من النساء والأطفال من قرية الفازة اضطروا إلى مغادرة منازلهم للنجاة بأنفسهم من جحيم المعارك ولجأوا إلى المزارع. واجبرت الظروف الجديدة النازحين على العيش والبقاء في خيام مهترئة على أمل العودة لمنازلهم في ظل الآمال التي تسوقها الأمم المتحدة باستمرار الهدنة ووقف الحرب في المحافظة الفقيرة. غير أن الأوضاع الإنسانية تنحدر إلى الأسوأ، حيث تتسع رقعة الفقر مع إحكام الميليشيا قبضتها على المساعدات الإغاثية المقدمة من المنظمات الدولية ومنع وصولها إلى المتضررين.